يعني بطبيعة الحال أنت تعاملت قبل هيك مع الجوبيتر، أو إحنا غطينا الجوبيتر في محاضرة قبل هيك، وفي المحاضرات اللي يعني إنه يعني أنا يعني كانت المحاضرتين تبعت السبت والاثنين، ما سجلت يعني ما كانش في محاضرات، يعني ما جيت ما لقيتش طلاب، لكن المحاضرة التصوير كانت موجودة والمراجعة موجودة هناك، فممكن تتفرج عليها هناك. عشان هيك أنا حطيت لك الرابط تبع موجودة على الفيديوهات. نعم تمام. هقيت ضايل إنه خلصنا في المراجعة، خلصنا الـ variable والـ expressions، وخلصنا الديسيجن الون واي ديسيجن والمالتي واي ديسيجن والتو واي ديسيجن والمالتي واي ديسيجن، وخلصنا الفانكشنز وخلصنا اللوب والديسيجن. باقي عندنا موضوع السترينج، فبالتالي السترينج عشان هاي تتعود بدي احط لك عنوان هنا انه السترينجز او البايثون. اشتغل هنا على بديل البايثون، كيف اشتغل هو الجوبيتر؟ انت ممكن تشغله من خلال الويب او من خلال البي شارم، نفس الواجهه. بس هي مولس البايثون والله انا بالنسبه لي هاي اسهل من البي شارم. البي شارم كانت يعني ما بعرفش وضعه هالجيت كيف صحيح صراحه، لانه في يعني في 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 وقت سابق يعني استخدمت البي شارم بروفيشنال اديشن مع الجوبيتر، كان في اشكاليه، كان في بق بعرفش حلوها. هم الجيت برينز الشركه اللي عملت البي شارم انه حلوها ولا لا؟ اذا لانه منه نفس خلاص مدام انه انت مرتاح يعني تتعامل مع هنا. انا مش حكي لك انه هنا احسن او هنا احسن، وين بقى انت مرتاح اشتغل، المهم عندي انه انت تشتغل. كيف هاي؟ لا هاي ما فيش نت، هاي انا بوضع الطيران بشتغل على اللوكال هوست. نعم. لا البروفيشنال حنحتاجه في الويب. اه نص الفصل حيسهل عليك، يعني بدل ما اقعد انا اكتب كود HTML بيريحني كتير في شغلات كتيره في HTML. فبالتالي وظيفه الاي دي ايز البي شارم انه هي انه تخلي البرودكشن تبعك كمبرمج، الانتاجيه تبعك كمبرمج اكثر، بدل ما تضلك ساعتين تكتب في الكود بتضلك يعني 20 دقيقه. تمام، هاي الوظيفه تبعك. لكن اللوجيك تبع البرمجة لازم يكون موجود. اللوجيك تبع البرمجة إذا ما كانش موجود لا بنفع معاه جوبيتر ولا بنفع معاه بي شارم بروفيشنال. يعني أنت متخيل حالك إذا أنه أنت نزلت بروفيشنال إديشن يعني حيتحسن، يعني حتجيب علامة أحسن؟ يعني لا بطبيعة الحال. لا اللوجيك تبع البرمجة لازم يكون موجود، يعني المنطق. تمام طيب الآن بدي انا مش حافظ ولا داله من دوال السترينج، وهذا الاشي طبيعي. انا كمبرمج في عندي دوال كتير، فكيف بدي استرجعها استذكرها؟ اس بتساوي اي بي سي، بعرف سترينج اوبجكت تمام، وبعديها بعمل ايش؟ دير اس. خلي بالك يعني هاي الكلام انا هاي ممكن اعمل لك اياه هنا، اكس بتساوي 10. وهي الاكس، خلي بالك هذا الجيبيتر زي البايثون شيل، بدك تشوف قيمه شغله معينه ما فيش داعي انه انت تعملها برنت، زي هيك بيجيب لك الفاليو. تمام، فيش داعي تعمل برنت للاكس. وهنا نفس الاشي الدير، ما فيش داعي انه انت تعملها برنت، بيجيب لك الاوتبوت تبعها زي هيك. هاي كل دوال السترينج. احنا بدنا نتفق انه كل الدوال تبعت اللي بتبدا باندرسكور بدنا نخليها لغايه لما نصل لموضوع الاوبجكت اورينتد في البايثون حنتعامل معها، بس بدنا ناجلها هالجيت. تمام، كل الدوال اللي بتبدا باندرسكور بدنا ناجلها. بدنا نبدأ بهاي الدوال، بس عشان ما ضليش أعمل سكرول زي هيك بدي أطبعهم جنب بعض، فبروح بعمل print للأس هيك طبعا إياهم جنب بعض. تمام
هلقيت الدوال هدول، هاي كل الدوال تبعت السترينج. طبعا الدوال تبعت السترينج من الاسم تبعها، من النيم كونفنشن تبعها، بتقدر انه انت تعرف الدالة هذه شو بتسوي. ريبليس تستبدل لك حرف بحرف، او سبسترينج بسبسترينج. از سبيس بتفحص لك انه هل هذا سبيس ولا لا، من النيم كونفنشن. فبالتالي نظام، عشان هيك انا بدوق عليك، لما تكتب دالة اختار اسمها بشكل صحيح. الدوال لازم تذكرها ليش؟ مش حقدر اشرح لك اياها الان، مش حقدر اقول لك اياها في كلمتين، هناخدها بس بدنا ناجل، بدنا ناجلها لوقت ايش؟ بعد ما نخلص الاوبجكت اورينتد. تمام؟ نعم. اوكي طيب، احنا اتفقنا انه الدوال هذه احنا انا مش حافظها، فبدي اجي اطلع عليها واحدة واحدة. دالة كابيتالايز ايش بدي اروح اسوي؟ بدي اعرف string as بتساوي welcome to Python. تمام؟ طبعا بدي اورجي لك اختصار، انه بدل ما انا مبرمجين كسلانين، يعني بدل ما انا اخذ الماوس واروح على المؤشر زي هيك واضغط run، بعمل control enter. تمام؟ شوف لي الاس هذه قديش قيمتها؟ نفس الفكرة، بدل ما اعمل print as هاي بجيب لي قيمتها على طول، welcome to Python quotation. دالة الكابيتلايز ايش بتسوي؟ انا قاصد انه اطبع لك الاس هذه كيف شكلها وتشوف ايش اثر دالة الكابيتلايز. طب بالذات ايش تصور ضغط كيف؟ لا لا، اول واحدة الكابيتلايز تعمل لك run للسيل. تمام؟ لما اول حرف من الكلمة بتجيش الكلمة نفسها ولا لا؟ لا بس اول كل الجملة بالضبط، هذه دالة الكابيتلايز. تمام؟ هاي الأثر تبعها. بس أول حرف من الكلمة. نعم. أول حرف من أول كلمة في جملة. بق يعني مش كل الكلمات. تمام؟ طيب. بعد هيك بدنا نحكي على دوال مثلا زي دالة الكاونت. بالضبط، بتاخذ باراميتر تعمل كاونت لايش؟ بالضبط لعدد الاحرف. اس دوت كاونت اي، هاي الاس. هاي الاس هاي الاس تمام. قديش الناتج؟ زيرو. يبقى الكاونت بترجع لك تكرار الاحرف، فبالتالي الاحرف هذا الحرف هذا مش موجود، فبالتالي التكرار تبعه زيرو. بينما لو انا اجيت قلت اس دوت كاونت او قديش؟ كل سترينج اربع. لا ثلاثة، وين هاي الـ O و 2 والـ Welcome، فبالتالي هنا ثلاثة. فبالتالي دالة الكاونت ايش بتسوي؟ بترجع لك تكرار الأحرف، إذا ما كانش موجود بترجع لك زيرو، إذا كان موجود بترجع لك أكم مرة متكرر. أما الـ E S هاي عشان ترجع تشوفه تاني عشان ما عملش سكرول، وهنا S.Count E اثنين. والسبيس بقدر اعده، كم سبيس موجود؟ اثنين. كيف بعد السبيس؟ بالضبط اثنين. طيب هنا مش بالضرورة انه انا امرر كاركتر واحد، ممكن امرر سبسترينج. فبالتالي هنا
ايش ممكن اعمل؟ اس دوت كاونت الاو ان، كم مره متكرره الاو مطبوعه بان مره واحده. طيب نفس الكلام بس اي مطبوعه بان زيرو، تمام. الاي موجوده والان موجوده بس اي مطبوعه بان مش موجوده، فبالتالي هنا بدك تاخذ في بالك انه الكاونت ممكن تمررها كاركتر او سبسترينج، تمام. نرجع مره ثانيه للدوال. وهنا ندخل في دوال الإز. يبقى هنا بدي اكتب لك اياها هنا كملاحظه انه الإز فانكشن string function بترجع ايش؟ بترجع true او false. ايش انا عندي دوال الإز؟ في عندي الاس دوت از ابر. ايش الناتج قبل ما هاي الاس؟ فولس. طب لو حكيت لك ويلكم دوت از ابر لازم يكون كلها كابيتالايزد. لازم يكون انا عندي زي هيك بايثون كلها كابيتالايزد از ابر عشان ارجع لك true. نفس الكلام بالنسبه لداله الاز لور. ايش بتبحث لك داله الاز لور؟ اس دوت از لور كلها سمول، هاي الاس كلها سمول، فبالتالي is lower بترجع لك. ايش في كمان انا عندي؟ عندي هنا s dot is alpha. لقد وقعت في الفخ بزر. فبالتالي هنا عشان السبيس وهي الاس كمان مره، هاي قبل الاز الفا، اي ويلكم تو بايثون في سبيس. مش كله الفا، لازم تكون مش كلها ناس، ما هي ناس لازم تكون كلها الفابت من اي لزد سواء كان كابيتال او سمول. هاي السبيس كيف؟ وين السبيس يا رجل؟ اس. لكن لو اجيت حكيت هلو، ثواني بس عشان توضح الفكرة وتجاوب على سؤالك، از الفا هذا هيك ترو. لو قلت نفس الجملة فوق قلت قبل الفا قلت از سبليت بنفعش انه از سبليت بترجع لك ليست، بنفعش تطبق از الفا على ليست. يعني هنا زميلكم بيسأل يا شباب انه انا لو عملت سبليت اس دوت سبليت ويلكم تو بايثون، الناتج عبارة عن ليست والدوال تبعت الليست مختلفة عن الدوال تبعت السترينج. كيف بدك تعرفها؟ برنت دير ايش بديله؟ ليست اوبجكت 1 3 8 مثلا، اشياء مختلفة. شايف؟ ابند كلير كوبي كاونت اكستند. ها وهي طبعت لك قيمتها، كل شوي بطلع لك قيمتها عشان تشوفها بعينيك. كيف؟ ايش؟ خليني ماشي بالتدريج، خليني ماشي بالتدريج في الدوال عشان انه ما تشتتنيش. هجت خلينا في الاز الفا، فحكينا انه هنا هلو از الفا ترو، اذا دخلت فيها بس
إشي مخالف عن الألفابت خلاص بتصير فولس. فبالتالي هذه لو كررتها زي هيك هنا وهنا حكيت إنه هلو أو هاي مع علامة تعجب خلاص فولس. ونفس الإشي بالنسبة للإز نيوميريك. إز نيوميريك لازم تكون كلها أرقام. إذا دخل معاها أي سبيشال كاركتر علامة استفهام كوما حرف بتصير فولس. تمام؟ فهنا هاي 1 2 3 is numeric هيك true. إذا دخل أي إشي تاني false. هنا في space داخل شايف؟ لازم تكون كل الأحرف يعني زي ال is upper لازم تكون كل الأحرف كلها capital عشان رجع لك ترو. وهنا نفس الاشي is numeric لازم تكون كل الاحرف عبارة عن ارقام عشان رجع لك ترو. لقيت حرف واحد سبيس فركش خلاص فولس. لازم يكون من 0 to 9 غير هيك فولس. سبيشال كاركتر هاي سبيشال كاركتر. بدك اندرسكور هاي اندرسكور هاي داش فولس وهي اندرسكور كمان. بقول لك اي حاجة غير الزيرو والتسعة فولس خلاص. كيف برضو فولس مش نيوميريك. تمام بدك انه انت تتحقق انه هي شو اسمه تحول عشان تحولها بتعمل يعني بتعملها بارس لانتجر لفلوت ساعتها بدخل معك ويعني انه بتشوف انه البارس الكاستنج انه بزبط معاك او لا. تمام يبقى دوال الاز ايش بتسوي؟ بتفحص بس بتحولش بترجع لك ترو او فوس. وفي المقابل في عندي دوال بتحول. ايش يعني بتحول؟ اس دوت لا مش ريبليس. سمي المسميات يعني سمي الاشياء بمسمياتها لانه في عندنا داله ثانيه في الريبليس. يبقى بتعمل لك تحويل. في فرق بين التحويل والاستبدال. زين انت زي ابر قبل ما احول لك هاي الاس عشان تشوفها بعينيك. وهنا اس دوت ابر كلها صارت كابيتلايزد ولور نفس الاشي. بس قبل ما انتقل لللور خلي بالك انه الاس هذه تحولت. هل التحويل يتخزن في الاس؟ لا لا هاي تأكد هاي اس دايلا سمول. كيف بدك تخزن التحويل عندك في الاس؟ بتحط في متغير ثاني وفي نفس المتغير. اس بتساوي اس دوت اب. هيك صارت الاس خزن فيها انه كابيتال. نقدر نحولها تاني لور. بكرر لك تمام مع انه التكرار يعني ممكن انه هو يكون ممل شوية بس عشان ترسخ المعلومة عندك. اس دوت لور حولوا لسمول لكن هل تخزن في الاس؟ لا. اس بتساوي اس دوت لور تمام. افحص يبقى بدك تخلي بالك بين دوال الابر واللور والاز ابر والاز لور تعرف الفرق بيناتهم. تمام فيش سويتش. هاي الدوال مرة ثانية هاي print dir as بدل ما اعمل سكرول فوق وتحت في شيء ده اسمه سويتش. دالة الاز سبيس وقت ايش تقدر تستخدمها؟ خلينا في الاز hello python dot is space
True ولا false؟ False. أوكي False. هل هدول كل الأحرف هذه سبيس؟ False. لكن تيجي تفحص زي هل هذا الكاركتر is a space؟ كذلك انت ممكن تكرر السبيسز انت عندك قد ما بدك. كل الكاركترز زي دالة ال is upper كل الأحرف كابيتال عشان نرجع لك true، وهذه كل الأحرف لازم تكون spaces عشان نرجع لك true. طيب نيجي لدوال ال starts with وال ends with. هاي كمان مرة الأس عشان تشوفوا قدام عينيك. S dot starts with E W. True ولا false؟ True. هاي ال S قدامك. Y starts with W. True ولا false؟ True. كمان مرة. False. تمام؟ يبقى خلي بالك. False. كيف؟ ما بتبين الكابيتال من الاسم. انت بتسأل هل بتبدأ بكابيتال ب دبليو كابيتال؟ هادي هادي وهادي مش شايفها؟ هادي وهادي. طيب بما انه احنا بنحكي على الكابيتال والسمول بدنا نرجع هنا لدالة الكاونت. شايف كيف انه انت بترتب السيلز تبعتك وين دالة الكاونت؟ هاي لو اجيت حكيت لك انه هذا السترينج انه ويلكم تو بايثون وذ بيتر وذ كاونت بي ديش الناتج واحدة لأنه واحدة كابيتال وواحدة سمول. طب أنا بدي إياك تعدل اثنين هيك واحدة بدي إياك تعدل اثنتين كيف بدك تسوي؟ بنحط ديك دوت لور. لا بنحط نعملها لور. فلاحظ كيف تسلسل استدعاء الدوال. هنا قبل ما أعمل كاونت بروح بقول دوت لور. هجيت هذه المعلمة اللي أنت شايفها قدامك إيش بترجع؟ كله سترينج. سترينج كله لور. ما دام انه بترجع سترينج بقدر اعمل دوت للاشي اللي بيرجع واستدعي داله ثانيه. بقدر شايف تسلسل استدعاء الدوال دوت كاونت للبي. ساعتها هنا بروح بعد لك 2 تمام. ليش ما رجع كل الاحرف الصغيره؟ كيف لمده هيو رجع كل الأحرف صغيرة وبعديها طلبت منه يعمل كاونت للبي لسمول بعد ما عملت لور. فهيو مكرر مرتين. هاي هادي وهادي بعد ما عملها لور. أنا بدي أعدت البي بغض النظر إنه كبيرة ولا صغيرة. فبعمل لور وبعديها بعمل كاونت. فهي الناتج تبعها عبارة عن كاونت عدد، مش انه يعني ما تتوقعش انه ترجع لك الناتج احرف صغيرة. لا، انه هاي الناتج كأحرف صغيرة منه اعمل لي كاونت، فبالتالي الناتج النهائي عبارة عن كاونت. تمام؟ طيب نرجع لدالة الستارس ويذ. يبقى هنا فولس. اما لو حكيت ترو ومش بس
انه انت بتقدر تفحص كاركتر، بتقدر تفحص سبسترينج. فبالتالي هنا هل انا عندي WL؟ هل starts with WL؟ هاي قدامك الاس WE بتبدأ، فبالتالي هنا false. ونفس الشيء بالنسبة لدالت ends with. هل تنتهي ب WL؟ لا. شو بتنتهي؟ N true. عفوا هذه ends with. تنتهي بأن. هل تنتهي بإي أن؟ تنتهي بايثون أو أن مش إي أن، فبالتالي فولس. أما أو أن ترو، فبالتالي سترينج أو سب سترينج. هاي طيب، هنا بدنا ندخل في موضوع يعني تاني، بدام انه احنا بنحكي start with و ends with وحكينا على string و substring، انت ممكن تتعامل مع الموضوع مع يعني باستخدام slicing. نعم هاي الاس، انت ممكن مش حكينا انه string، هاي ممكن اعرف لك اياه هنا، اكتب لك اياه كتعريف انه string is a list of chars, list of characters. معنى ذلك انه انت ايش تقدر تسوي؟ انه هاي الاس هنا الاس of is zero، مش هي list؟ اول index ايش هو؟ W، اول حرف W، وهاي آخر حرف، وهذه الحرف الرابع، وهاي ما فيش، ايش بيطلع؟ اندكس ايرور. الاندكس هذا مش موجود، فبالتالي اندكس ايرور، وهي بدي اخلي الايرور هذا محتفظ عندك يعني في السيل عشان لما انت تيجي تراجع، واكتب لك هنا كومنت انه اندكس ايرور. تمام. طيب هيك انت بتعمل اكسس لاحرف معينه، انا بدي اعمل سلايسنج، سلايسنج بدي اصل لرينج من الاحرف، فبالتالي انت ممكن تعمل اس وتعمل نقطتين واقول له من 2 لـ 4، من الاندكس 2 لغاية الاندكس 3، او من الحرف الثالث للحرف الرابع اللي هو الال والسي. عد معايا هنا، هاي كمان مرة الاس، يبقى هنا 0 1 2، من 2 لـ 4 انا بدي حرفين اللي هما الاندكس الثاني والاندكس الثالث اللي هو الدبليو والسي. اي ثاني صحيح، لانه انت بدك حرفين، هذا بيطلع لك 2 chars، من 2 لـ 4 حرفين، ايش هما؟ الاندكس الثاني والثالث او الحرف الثالث والحرف الرابع، وهي بدي اكتب لك اياها هنا ككومنت. يبقى هذا باستخدام نظام الانديسيز او الاندكس، انه اندكس 2 و3، وباستخدام نظام الاحرف كترتيب احرف، يعني انه الحرف الثالث والرابع. تمام، هاي كمان مثال. هاي كمان مثال هنا 5،
في هذه الحالة كم حرف أنا طالب؟ ثلاثة. اللي هما إيش؟ إندكس 2 و3 و4 والحرف الثالث والرابع والخامس LOC. واضح؟ وهنا ممكن في السلايسنج إنه أنا أعمل S 2 نقطتين فاضي. شو معناته؟ من اثنين الحرف الثالث للآخر. أو ممكن أعمل العكس، أسيب الأول فاضي وخمسة من الحرف الأول للرابع. تمام؟ الحرف الأول للخامس من إنديسيز من الإندكس 0 للإندكس 4. تمام؟ طيب بدي آخر ثلاث أحرف. كيف؟ هاي هدول خمس أحرف، هاي 1 2 3 4 5 اللي هم من الاندكس 0 لغاية الاندكس 4. تمام؟ هذا اندكس من 0 ل 4 او الاحرف من 1 ل 5 حرف الاول للحرف الخامس، خمس احرف. تمام؟ اخر ثلاث احرف يا شباب، من سالب 1 اس من سالب اخر ثلاث احرف، آخر حرف ناقص 1، الحرف اللي قبل الأخير ناقص 2، الحرف اللي قبل القبل الأخير ناقص 3. لا خلص بنسيبها فاضي، بنسيبها فاضي آخر 3 أحرف. وهي الأس كمان مرة، هيو آخر 3 أحرف HON. تمام؟ فبالتالي هنا الستارت سويد والاند سويد ممكن انت تستعيد فيهم بالسلايسنج. عشان هيك انا بديت لك بالستارت سويد والاند سويد، وهنا دخلت لك في موضوع السلايسنج، تقطيع السترينج من خلال الانديسيز تاخذ رينج منه. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب احنا بقينا داله نحكي على داله السبلت والستريب، وبدنا ناخذ هيك اكمل مساله وهيك بنكون خلصنا المراجعه وبنبدا في الفايلز المحاضره الجايه ان شاء الله. تمام؟ في اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.